بعدما نفى زوجها ومدير أعمالها مراد حادري خبر طلاقه منها، خرجت من جديد الفنانة المغربية نجاة عتابو وللمرة الثانية لتؤكد خبر انفصالها وطلاقها منه، واضعة إياه في موقف محرج. وكشفت نجاة عتابو أن الطلاق تم بصفة رسمية في المغرب في انتظار انتهاء إجراءات الطلاق في فرنسا. ونشرت الفنانة المغربية نجاة عتابو يوم أمس السبت تدوينة عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وقالت من خلالها: الخبر صحيح وحسابي لم يتعرض للاختراق، المرجو التأكد من الخبر قبل النشر. زواج انتهى وإجراءات الطلاق مستمرة في فرنسا، أما بالنسبة إلى المغرب فقد تم الأمر رسمياً.